أدى اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني رفقتا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السيد الفريق سعيد شنقريحة زيارة اطمئنان على صحة رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيد إبراهيم غالي، حيث يستكمل العلاج جراء إصابته بكوفيد-19 بالمستشفى المركزي للجيش الدكتور محمد صغير نقاش بعين الناجح.